طيب هنبدأ أخبارنا النهاردة بمعركة السفيرة مشيرة خطاب على مقعد مدير منظمة اليونسكو. النهاردة الجولة الثالثة بين الانتخابات، السفيرة خدت في الجولة الأولى 11 صوت وخدت 12 صوت في الجولة الثانية، وهيفضل التصويت شغال 5 مرات على مدار 5 أيام لحد ما مرشح من المرشحين يحصل على 30 صوت. طبعا كلنا مستغربين جدا إزاي المرشح القطري يا جماعة ياخد 19 صوت في أول مرة و20 صوت في تاني مرة؟ لا، علامات استفهام كتير قوي حوالين العدد الكبير ده من الأصوات. كمان المعلومات اللي عندنا معركة اليونسكو تحديدا فيها قوة كثيرة جدا بترفض ان مصر تاخد المنصب ده، منهم امريكا طبعا ومن وراها على طول اسرائيل، بيقفوا بكل قوتهم عشان المنصب ده ما يروحش لمصر. وكلنا فاكرين طبعا 2009 ازاي حرموا الدكتور فاروق حسني من المنصب بنفس الطريقة اللي بيحاولوا بيها دلوقتي ان هم يحرموا السفيرة مشيرة خطاب. طيب امريكا مش عايزه مصر تاخد منصب، ماشي، اسرائيل خايفه تاخد المنصب، طبيعي، اوكي، بس قطر بتدفع دم قلبها علشان مصر ما تاخدش المنصب، متفقين جدا من هنا للسنه الجايه. لكن اللي يزعل بجد ويقهر جدا ان مجموعه من المصريين اللي بيقودوا حمله لحرمان مشير خطاب من المنصب بيتزعمهم بهي الدين حسن مدير مركز القاهره لحقوق الانسان، والتاني جمال عيد مدير الشبكة العربية، جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.